قد تراها على جدار قديم أو بين الصخور، لكنك لا تعلم أن هذه النبتة الصغيرة تخفي وراءها فوائد مذهلة. تعال نكتشف معا أسرار نبتة سرة الأرض. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وأتمنى كذلك أن تضغطوا على أعجبني وأن تحركوا الجرس واشتركوا في قناتي إن لم تشتركوا من قبل ليصلكم كل جديد. وأولا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآن إليك أبرز استخداماتها: في زوايا الصخور القديمة وعلى جدران القلاع المهجورة وفي الحقول التي نسيها الناس تنبت نبتة غريبة الشكل رقيقة الملمس، لكنها تحمل من الأسرار أكثر مما قد يتخيله عقل إنسان. هذه النبتة هي التي يسميها البعض سرة الصخر أو سرة الجدار، والتي كانت على مر القرون رفيقة للإنسان في علاجه وغذائه وفي أساطيره وقصصه، حتى غدت أشبه بجوهرات خفية من جواهر الطبيعة. أوراقها مستديرة تشبه السرة، تنمو متلاصقة في شكل متناسق يسر الناظرين. تراها تخرج من قلب جدار الحجري أو من شق صغير في صخرة صلبة، فتذكرك بقدرة الحياة على الانبثاق في أصعب الظروف. لا تحتاج إلى تربة خصبة أو عناية فائقة، بل يكفيها القليل من الرطوبة لتعلن وجودها بخضرتها اليانعة. لهذا أحبها القدماء وعدوها نبتة صامدة تحمل في مظهرها رسالة عن الصبر والثبات. لقد كانت هذه النبتة جزءا من الطب الشعبي منذ قرون طويلة، واستعملت أوراقها الطازجة لمعالجة الجروح، حيث كانوا يضعونها مباشرة على مكان الإصابة فيخفف الألم ويقل الالتهاب، وكانت تستعمل كذلك لعلاج الحروق الخفيفة، إذ يشعر المصاب ببرودة لطيفة تعيد التوازن إلى جلده الملتهب. بل إن بعض القرى القديمة آمنت أن هذه النبتة تجلب الحماية من الأرواح الشريرة، فكانوا يزرعونها قرب بيوتهم أو يعلقون أوراقها المجففة في أركان منازلهم. ونحن كمسلمين نعتقد أن الله هو الضار والنافع. وفي أوروبا خلال القرون الوسطى ذكرها الأطباء العشابون في كتبهم كعلاج للالتهابات العين ولتخفيف من الصداع عبر وضع أوراقها المبللة على الجبهة، كما كانت تستعمل كمهدئ طبيعي للحمى، إذ تسحق أوراقها وتوضع ككمادات على الرأس. لقد أدرك الناس بفطرتهم ما أكدته الأبحاث الحديثة لاحقا، أن هذه النبتة تحتوي على مركبات فعالة لها قدرة على تهدئة الالتهابات وتحفيز شفاء الأنسجة. لكن الأمر لا يتوقف عند الطب فقط، بل تمتد استخداماتها إلى الغذاء. ففي بعض المناطق الريفية يعتاد الناس قطف أوراقها الصغيرة الطرية في فصل الربيع وإضافتها إلى أطباقهم كنوع من الخضار البرية. كانوا يأكلونها مع السلطات البسيطة أو يضعونها في الحساء لإضفاء لمسة من النكهة الخفيفة المنعشة. وقد أثبت العلم أن أوراقها تحتوي على معادن وفيتامينات مهمة، وتمنح الجسم شيئا من الترطيب الطبيعي لاحتوائها على نسبة عالية من الماء. وهكذا جمعت هذه النبتة بين كونها علاجا وغذاء، بين كونها دواء ولقمة على المائدة الفلاحين. وقد رأى فيها القدماء رمزا لدورة الحياة، فهي تشبه السرة التي تربط الجنين بأمه، وكأنها تذكير دائم بالارتباط بين الإنسان والطبيعة.
في بعض الثقافات كانوا يعتقدون أن من يضع ورقة منها تحت وسادته يحظى بأحلام هادئة، ومن يزرعها قرب بيته يعيش في سلام. ولأنها تنبت من قلب الصخور، فقد يعتبرها البعض رمزا للبعث والانبعاث، علامة على أن الأمل يمكن أن يولد من حيث لا يتوقع أحد. وأما نحن المسلمون فنعتقد أن هذه النبتة لا تنفع ولا تضر بشيء، إنما النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. ومع تطور العلم الحديث عادت هذه النبتة إلى دائرة الضوء، فقد بدأ الباحثون في دراسة مكوناتها، فاكتشفوا أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا. وأثبتت بعض الدراسات أن خلاصتها تساعد على الالتئام الجروحي بسرعة أكبر، وتدخل في صناعة كريمات طبيعية تستعمل للعناية بالبشرة. وهكذا انتقلت النبتة من أواني العطارين البسطاء إلى مختبرات شركات التجميل الكبرى، محتفظة بسحرها وأسرارها في كل زمان. ولأنها جميلة الشكل أيضا، فقد استعملها بعض الناس في تزيين حدائقهم، إذ يكفي أن تغرس جزءا منها في جدار حجري لتراها تنتشر ببطء، مزينة المكان بخضرتها المستديرة الفريدة. وهي لا تتطلب الكثير من الماء، بل تعيش متكيفة بما تلتقطه من قطرات الندى، لذلك أصبحت خيارا صديقا للبيئة في عالم يبحث عن نباتات قليلة الاستهلاك للماء. ومن المدهش أن هذه النبتة الصغيرة ألهمت الفنانين والكتاب، فقد ورد ذكرها في بعض الأشعار الأوروبية بوصفها زهرة الصخر التي تتحدى الموت وتغني الحياة. وظهرت رسوماتها في مخطوطات قديمة كرمز للشفاء والحياة الجديدة. وفي العصر الحديث نجدها حاضرة في بعض اللوحات التي تمجد الطبيعة وتعيد الاعتبار للأعشاب البرية التي نسيت مع الزمن. وفي النهاية تبقى هذه النبتة درسا لنا جميعا، أن القوة ليست دائما في الضخامة، وأن المعجزات قد تولد من حيث لا نتوقع، كما خرجت هذه النبتة من بين الصخور الصماء، كذلك يمكن للأمل أن يخرج من قلب الشدائد. وقبل الختام أريد أن أسألكم، هل توجد هذه النبتة في بلدتكم وما تسمونها بلهجتكم؟ وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله، في لقاء آخر إن شاء الله.